حرصا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على سلامة زائري المسجد النبوي في شهر رمضان والتنظيم السليم في عملية تقديم وجبات الإفطار في المسجد النبوي، فقد عملت الوكالة على استحداث نظام جديد لوجبات الإفطار يحافظ على سلامة الوجبات المقدمة وإيصالها بالكفاءة اللازمة للصائمين. وقد حرصت الوكالة على تحديد جميع مقدمي خدمات الإفطار وتحديث بياناتهم وتقييدهم بالتعليمات والشروط اللازمة. وتؤكد الوكالة لمقدمي خدمة الإفطار: 1- أن يكون تقديم الخدمة عن طريق وجبات مغلفة بشكل لائق وموحد. 2- تعاقد مقدم الخدمة مع شركات الإعاشة المعتمدة. 3- التقيد بالموقع المخصص للقائم على السفرة. وكالة شؤون المسجد النبوي تتمنى للجميع صياماً مقبولاً.